هنا فين فتنا فايت بوكناز نزلنا فيه هاد الليله رائعه. الغرفة فاش شفتنا وقفوا هنا، وقفوا الى خاص شي حاجه. يا سلام يا سلام على مناظر.
ديكالات. ها الطريق اللي كتسنانا ها هي اش اودي انا ما كنتيق ما كنتيق هاك ما كنتيق انايا من هذه الجبال التي تفصلنا على زاوية حنصال ب30 كيلومترا، وفوجئنا كثيرا بهذه الثلوج البيضاء الناصعة البياض. كان لنا الشرف بأن نراها ونستمتع بها. يا سلام واحد داك نزيدو تنبقاو تلتو اكثر.
مناظر على منظر هذا منظر كي داير. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. كي جات هذا المرسو هذا ديال زاويتي احنصال تولج تبارك الله. انا على الطريق، جو بارد وزوين. يا سلام يا سلام يا سلام. بس زين، مبروك عليكم هاد الثلج. جولة تبارك، مبروك عليكم هاد الثلج. الحمد لله، الثلج البيضاء الناصعة البياض. وعلي يا سلام. اصحاب المطر يا سلام. طريق الى زاوية احمصال.
الزاوية تاعي مصالح. لا في طول هم صطبوا بيناس هو مصطعنا هو ويلي فيها البيت البرتوش البرتوش